السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أول تعليق وين شاهدنا وين غضب من المحلل الجزائري علي بن شيخ على تعادل المنتخب الجزائري ضد تونس. يعني عنده الحق، عنده الحق، راه في 2020 هو يهدر، راه بالماتش تاع بوركينا فاسو في مراكش هو يهدر يتكلم، عنده الحق. انا نقولها ونعاودها، عنده الحق بن الشيخ علي بن الشيخ، عنده الحق. ما تالي كاع تقولي ما تقولي لا من لم ليها. انا في السليمان دور، انا التهريج والشعبويه ما كاش، ما عندناش احنا ما عندنا لا مدرب لا اتحاديه لا والو، كل واحد يخدم مصلحة تاعه، ما التالي كاع. أنا نقولها ونعاودها، نسمعوا واش هدر. سنستفيد بالتأكيد منه كثيرا. كل عام دور نص بالمقابلة كانت مستوى كاش يقولوا متوسط، ما كانتش مستوى قوي، مستوى متوسط، ولهذا اللي خلات الفريق مش عاود نكملوا نديفلوبيو ولا نعم على العموم الماتش ما ندخلوا في الديتا. لا بارتي اللي تي تري موان بور نو. واش حبيت انت تفصل؟ تفصل من واش حبيت نعطي للجماعة تري موان. على العموم كيف لا بارتي اللي تي المقابلة كانت متوسطة خلاص موان. ايه دونك لي تروا كومبارتيمون ما كانوش يمشيو كيف كون، اون افي لابريسيون كو دي جوار مع دوطر ماشي ما لازمش يكونوا اونسومبل. دونك كيما زروقي مع بن طالب on pouvait pas casser les lignes, on pouvait pas créer le surnombre. C'est-à-dire, on a واش نديرو؟ البالون يقعد يدور غير من اللور يدور يدور، لي زاري سونترو ما يطلعوش بور كري لو سيرنومبر، لي ميليو تيران، اون افي كو لو ميليو تيران اوت ما ينجموش يلعبوا. هو ما يخدموش نقولوا فيها بن طالب زروقي ما ينجموش يلعب، واحد ما يلعبش. لازم واحد فيهم يلعب. ما يلعبش. كي نشوفوا سور لو بلون ديفونسيف بن طالب يديفون ميو كو زروقي. مي بون واش تحب نقول لهم بعد؟ سنفصل سنفصل. امين اكساس، على العموم كيف وجدت مردود المنتخب الوطني اليوم في مباراه تبقى وديه؟ يعني ليست بمباراه رسميه، ولكن واجهنا منتخب ليس بمنتخب اوغندا، يعني واجهنا منتخب كمان كورياس يديفون بها، يلعب بلوك با، يلعب بطريقه عصريه، واجهنا صعوبات مع هذا المنتخب. لا شوف رضوان، شفنا شوطين في هذه المقابله، الشوط الاول كان لمنتخب تونس والشوط الثاني للمنتخب الجزائري. نعم. انا نقول لك باللي قلت لتونس ماشي اوغندا، سي نورمال. اولا هذه مقابله ديربي مع فريق تونس اللي عنده، نقول باللي عنده فريق لاباس به. اليوم ما تنساش رضوان، انا نقول باللي ما شفناش ان كرون ماتش، مي شفنا مقابله كانت بوكو بلوس فيزيك فيها. نقول باللي يعني فيها دفاع بدني كبير، دفاع بدني كبير، وكانت مقابله تكتيكيه. شفنا المنتخب التونسي كي ما يكونش عنده بالون يعاود يولي للخلف، مع كي يكون عنده كره يعرف كيفاش يخرج كره. شفنا ثاني المنتخب الوطني اللي حب يلقى حلول الشوط الاول سيتو، وين الوسط الميدان اللي كان غائب تماما هو اللي خلانا ما نظهروش بالوجه الحقيقي. نقول باللي على العموم كانت مقابله جيده للفريقين، باسكو ما تنساش هذه نهايه الموسم. ما يخفى لكش رضوان بالك هذا يعود للسفريه تاع اوغندا اللي نقولوا باللي ابري 48 تويتر. هما راحوا الكاميرون ضد اوغندا، مباراه اوغندا مع اوغندا سفريه الكاميرون. نقول باللي هذا يعود للتعب وثاني نهايه الموسم. نعم محمد قاسم سعيد، كيف وجدت قبل ان نفصل مواجهه اليوم؟ هل سنستخلص نتائج منها ايجابيه سلبيه من اجل تصحيح؟ علاش شفنا كرة ضائعه وكي خرج زروقي وبقى بن طالب وحده في هذاك البوست كنا تحرك لما تلعب زوج متوسطين الميدان، يعني زوج استرجاعيين، لازم ريسبكتي لي بلاص ديالك الاماكن ديالك. صح، واحد يكون ادروات يقعد ثابت ادروات، الاخر يقعد اغوش ثابت قالت اغوش. لعب ارتكازي وحده شفناه احسن بكثير. نظن اليوم يعني تقريبا كنا نتكلموا اليوم الزروقي عطاو عده فرص في هذا المنصب هذا، ولكن ما عطاش حتى حاجه للمنتخب الوطني. راح نوصلوا للحديث على الكثير من العناصر ربما اللي اعطى لها المدرب الوطني الكثير من الفرص لكنها لم تستغلها، لا سيما لاعب بالرحمه اللي يبقى ايضا موسى بالرحمن بالعين عليها. بالرحمن بالعين عليها. نبداو بالصور، صور التلفزيون العمومي لزملائنا في التلفزيون الذي حدث
بداية في لقطات هذه اللي كان فيه الهدف الأول الذي سجل في الدقيقة 13 هدف المنتخب التونسي. عطينا لقطات حمزة ولي من هنا تونس كانوا راعين يمركوا علينا ربي شافوا صحيح كانوا يمركوا علينا تكلس أهداف. قبل الحديث على الفريق التونسي على دفاع المنتخب الجزائري حارس المرمى ولي كات ديفونسور جيتون طوبا وطوغاي في اللاكس ولاعب لا مندي وطوباي وطوغاي في اللاكس وطوبا على الجهة اليسرى. لا بن ضعف تاعنا قالنا بلي راهو في الدفاع ما خدمش ما خدمش مدرب ما خدمش يسجلوا لنا هدف واليوم يزيدوا يسجلوا لك هدف. عندك عندنا مشكل في الدفاع وغندا ماركات لك اخويا ضعيف وغندا ماركات لك من القدام جيسبر كو مع بن سبعيني وجيسبر كو يعاود يوليو المستوى تاعهم المستوى تاعهم. حنا نتكلم على كي نتكلموا على بن طالب وزروقي نبداو من خط الدفاع ونوصلوا بعد بن طالب خط الدفاع انا قلت لك دينا حراسه المرمى وخط الدفاع. شوف لاك سونترال لاك سونترال بين ماندي وطوغاي ما تنجمش تمشي ما تنجمش تمشي صح افيك ان اريير لاتيرال دروا علي ضعيف بيتون ما نعرفش اسمه كاع ناقص ناقص لا انا ما نعرفوش انا ما تبعتوش انا نتبعو في ليكيب ناسيونال يعني انا ما نشوفش شامبيونات فرنسا شوف بي اس جي لوان ما ماشي مشكل المهم شوف على اجواء هذا ما تبعش والله صح ما تبعش فهمني او نعم المهم ادروات انت تعتبر باللي اليوم كشفته في المباراه تاع اليوم ما عجبكش اللاعب. نعم ماشي ما عجبنيش اليوم كان ضعيف ناقص لعب هذا كان ناقص ادروات كاين بامال وين لعبوا بزاف عليه من جهه احسن منه احسن منه منهم غير لو ديرني لوصيف لوصيف ادى مباراه لكن البعض يقول لك لما تكلم على لوصيف وعلى مردوده امام اوغندا يقول لك لعبنا امام اوغندا وليس امام تونس يعني ماهوش فريق اوغندا ماهوش عنده القوه اللي عندها منتخب تونسي. قالوا لا هذا انا نقول انا كي نقول بلي لوصيف احسن نعم انا معاك لوصيف احسن ولكن نعاود نراجع حساباتي ونقول تونس ماهيش اوغندا هذا يعني الكوستا تاعي انا شخصيا هذا الدروا ماشي لوصيف وهذا اللي لعب اليوم ماهوش لوصيف لوصيف يعتبر احسن نعم واليوم مسكين ندخلوا هذا وهذا نقعدوا نتكلموا هذا الكلام عمورا مازال صغير مازال صغير نعم ماشي كيف كيف مازال صغير عمورة ما تجبدوش على عمورة قالها شو بالبارع قالكم الصغير مازال نقول صغير عمورة كبير أحسن من هذا بالخيطر أحسن أحسن منه فلاري لونس أحسن منه من ترى أنت الآن حسب رأيك الرقم واحد الآن بعد في إدل إصابة عطال شكون النميرو أنا رضوان لا سامحني أنا قلت لك وعاودت لك ما نزيدش نمد لا مش تمد ما نمدش ما نمدش سامح لي فهمت لك سي رضوان كين فهمها خلاص فهمت خلاص انا ايه يعني فاهم يا رضوان يعني نقول لك بلي ما نمدش سيرتان حلول انا ما نمدهمش نمد رايي هكذا ونجي جينيراليتي ما نمدش شكون اللي لازم يكون ما قلت لك شكون لازم يكون يا خويا علي بالك ما فهمتش قلنا واش انت راك تقول لي لوصيف احسن من جيتون وقلت لي اللاعب بالخيطر احسن من جيتون حسب رايك في هذا الرباعي هذا اللي عطيت له اسمه كان يمد هو الرقم واحد رايك انت مش تعطي الرباعي كاين ثلاثه كاين جيتون كاين تاع سي ار بي واسمه خيطر وكاين هذا اللي يلعب له تاع باسيا وكاين اللي دخل لي دخل لي سابقا شكون تحسبها راك في هذا الثلاثه يجي لوصيف وما يجي بالخيطر هذا هو ما عطاتك ما عطاتكش عطينا حل لا تقدر الى لعبت ثلاث مدافعين خبر ما تسجل لا لوصيف لا جيتون لا ثلاثه في الوقت كيما كي عطى طبعا ديفونسور يغير الخطه لعب ثلاثه مدافعين تقدر ما تكلش على سهلة لا تنجم تتكل على واحد كيما لوصيف سي لو بلوفونسيف كي تلعب ثلاثة كي تلعب ثلاثة لوصيف لا هذيك تلعب ثلاثة لوصيف سي لي زاري هذي لا لا إلى إلى ربي 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 راه حافظ وصايك حتى نخسروا حتى نخسروا ولد إليمينا وحصلوا في السحور ولا حصلوا دبروا كاس واحد هكا ولا يزيد زيد فيها كاس واحد ولا هذه هي واحد هكا خرج حصلوا فيه ولا مسحوا في الخدمة فيه كاس واحد ولا المهم شوف أنا قلعنا من القاصة مروح تالية قاعد تالية خرجوا الكذابين قال لك راو راو أشرا راو راو أشرا راو راو فانيك شرا ذاك خلص ذاك اللي يدخل للتيرة قالوا وي ما تصيب هجمة ودخل للتيرة زربوط عليك زربوط عليك ايه هذه هي قالوا وي ما تصيب هجمة ودخل للتيرة
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي يمشي ابوني معنا وربي يحفظكم.